من عربية كبدة في الموسكي لأشهر موديل إعلانات في مصر، والفقر اللي كان ملازمها بقى غوايش دهب مالية دراعتها من أولها لآخرها، وفي رمضان الجاي استنوها، وكل ده بسبب جملة واحدة بس. مين في مصر دلوقتي ما يعرفش أم ساجدة، الست المصرية بنت المنطقة الشعبية اللي ظهرت مع كوافير اسمه وحيد لاشين، وهي بتقول له أنا بحب الفواتح يا وحيد. من ساعتها بقى عينك ما تشوف إلا النور. الفيديو بقى ترند رقم واحد في مصر، خصوصاً إن أداء أم ساجدة ما كانش طبيعي لدرجة إن الناس انقسمت نصين، في منهم اللي بيقول إن دمها خفيف وخدي راحتك على الآخر، ومنهم اللي بيقول لها أنت أوفر وطريقة كلامك ما تنفعش. عشان كده الفيديو علم مع الكل، والناس بقت بتستخدم صوتها على كل الفيديوهات. فوحيد لاشين يعمل ايه؟ بسرعة يجيب أم ساجدة في فيديو تاني بنفس الأداء، وكمان يتصدروا الترند مرة تانية، والظهر يلعب معاهم، والتريقة اللي كانت عليها في الأول بسبب طريقة كلامها الأوفر وصوتها العالي بقت بوابتها لسكة الأموال، وأم ساجدة اتحولت لموديل إعلانات مشهورة الكل بيطلبها عشان تسوق شغلهم، من أول محلات الملابس والعبايات لغاية أشهر صفحات الميك اب أرتست في مصر. بس تفتكر اللي عملته مع وحيد لاشين كان اتفاق بينهم؟ اللي ما تعرفوش ان ام ساجدة عندها 27 سنة وكانت شغالة على عربية كبدة في الموسكي، يعني هي ست طبيعية خالص، وبالصدفة سمعت عن وحيد لاشين وقالت انا رحت له واتكلمت كده بطبيعتي، وهو استأذن يصور وينشر وانا وافقت، وفجأة لقيت الفيديو انتشر وما كنتش بمثل. بس حتى لو ما اخدتش فلوس من وحيد لاشين، الفلوس اللي عملتها ام ساجدة من الاعلانات طلعتها فوق قوي وبقت تظهر وهي راكبة افخم العربيات. بس كل ده في كفة وإنها تمثل في كفة تانية. الكلام هنا مش على تمثيل فيديوهات تيك توك من اللي انت بتشوفها، لأ، أم ساجدة هتمثل في مسلسلات رمضان اللي جاي وهتشوفها مع أكبر النجوم. أما بقى لو هنتكلم عن عيلتها، فمش هتصدق اللي قالته عن موقف جوزها من اللي بيحصل. قالت أنا جوزي بيقف على باب الكوافير بيستناني وبيدعمني لأني مش بعمل حاجة غلط، بنتي بتقولي بقيتي مشهورة وصحابي بيعرفوكي. الحقيقة إن أم ساجدة اتولدت في أسرة بسيطة لدرجة إنها ما كملتش تعليمها، طول حياتها كانت شقيانه، بس جوزها كان بيقول لها اصبري انت مش عارفه ربنا شايلك ايه. طبعا لما جات لها فرصه الشهره والفلوس ما ترددتش لحظه انها تستغلها، وهي مبسوطه قوي باللي هي فيه وشايفه ان ده كرم من ربنا، لان طول عمرها بتحب الخير للناس وامها دايما بتدعي لها ربنا يكرمها. ولو فاكر ان ام ساجده هتكتفي باللي هي فيه تبقى غلطان، هي لسه بتحلم بنجوميه اكبر، وقدوتها في عبده اللي نفسها تقابلها وتمثل قدامها. ولأي حد بقى بيتريق عليها وبيقول إنها واحدة من ضمن الآلاف اللي اشتهروا على السوشيال ميديا رغم إنها ما تستحقش ده، إلا إن أم ساجدة عندها رسالة واحدة بس، وهي أنتم أعداء النجاح. فهل ده رأيك أنت كمان؟ هل شايف السوشيال ميديا فرصة للناس البسيطة عشان تشتهر وتأمن مستقبلها؟ ولا أنت مع الرأي التاني اللي بيقول إن السوشيال ميديا خلت كل الناس تطلع تتكلم وتبقى نجوم؟